عليكم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد من دروس علم النحو مع قناة الأستاذ معتمد المهندس عبد اللطيف. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن درس الحال. الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه، اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه حين وقوع الفعل. يعني مثلا لو خدت مثال وقلت حضر المعلم مسرورا، انا عايز اعرف او كلمه مسرورا نشوف بتعرف ايه، نعرفها ايه مسرورا. وانا قلت لك كيف حضر المعلم، هتقول لي حضر المعلم مسرورا. يبقى مسرورا دي بين حال المعلم عند حضوره، يبقى ده ايه هنقول عليها حال منصوب وعلامه نصب الفتح، حال منصوب وعلامه نصب الفتح. يبقى الحال اسم نكره منصوب يبين هيئه صاحبه حين وقوع الفعل، وأكون إجابة عن سؤال بكيف، إجابة عن سؤال بكيف. كلمة الحال تذكر وتؤنث، يبقى لما نقول هذا حال حسن فهذه حال أو حالة حسنة، مفيش مشكلة. يبقى الحال مذكر أو مؤنث، هذه حال وهذا حال، مفيش مشكلة. طب صاحب الحال ده هو، صاحب الحال يكون حاجة من ثلاثة. أول حاجة صاحب الحال ده بد أن يكون معرفة، يعني ما ينفعش يكون نكره، لازم يكون معرفه. لان خلي بالك من حته نكره ومعرفه ديت عشان هنبص ان شاء الله بعد كده في التحويل من النعت الى الحال ومن الحال الى النعت. يبقى اول حاجه مبدئيا نتفق على ان الحال صاحب الحال لابد ان يكون معرفه، يعني يكون معرف بحاله الله، يكون اسم علم او اي حاجه من انواع الايه؟ من انواع المعارف. صاحب الحال حاجه من ثلاثه، يا اما الفاعل يا اما المفعول به، يا اما الفاعل والمفعول معه. طيب نشوف المثال، لو انا قلت عاد الطالب من الامتحان مسرورا، وعايز ثالث مسرورا، اول حاجه لو انت عندك نكره منصوبه بالعباره وانت عايز تعرفها ازاي، حط ايدك عليها وحط قبلها كيف، وقلت كيف عاد الطالب من الامتحان الفعلي مسرورا، يبقى مسرورا بينك هيئه صاحبه حين وقوع الايه؟ الفعل. وطبعا كلمه الطالب هنا وقعها فاعل، يبقى هنا حال منصوب علامه نصب الفتح. طيب فين صاحب الحال؟ هنقول صاحب الحال كلمه الطالب، وكلمه الطالب تعرف ايه؟ تعرف فاعل. في قوله تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بص على شاهدا، هتجد ان اصل العباره يعني ان الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا على الايه؟ على العالمين. يبقى ارسلناك نعرفها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول ايه؟ مفعول به. شاهدا هي بينت حاله الايه؟ حاله الكاف. يبقى بينت صاحب المفعول او صاحب الحال هنا اللي هو المفعول ايه؟ مفعول به. المثال بعد كده لما نقول قال محمد زميله متحابين، بص على او انظر الى كلمه متحابين تجدها بينت صاحب او حاله، بينت حاله صاحب او حال صاحب الحال هنا الفاعل والايه؟ الفاعل والمفعول. يبقى قابل محمد زميله متحابين حال منصوب علامه نصب الياء لانه مسلم، حال منصوب علامه نصب الياء لانه مسلم. دايما كنت في دماغك ان الحال دايما منصوب، الحال دايما منصوب. يبقى انا عندي الحال هناك منصوب اجابه عن سؤال كيف، صاحب الحال لابد ان يكون معرفه، صاحب اللي هو صاحب الحال قد يكون حاجه من ثلاثه، قد يكون الفاعل نقول عاد الطالب من الامتحان مسرورا، عاد الطالب من الامتحان سعيدا، يبقى انا كده ايه حال منصوب على نصب الفتحه، صاحب الحال هنا الفاعل. يا اما يكون المفعول به انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا اما الفاعل والمفعول به. مذكور النعم مرفوع على الاطراف والضمه، فانا هنحوله الحال ازاي؟ هنقول حضر طالب مسرورا، حضر الطالب مسرورا، حضر الطالب مسرورا. كده حولنا النعت المفرد الى حال مفرد. يبقى عند تحويل الجمله النعت المفرد الى حال مفرد هنخلي المنعوت او نضع المنعوت الف ولام، والاسم اللي كان نكره هنخليه منصوب، يبقى حال منصوب، حال مفرد منصوب على نصب الايه؟ الفاعل. بعد كده سؤال من الاسئله الثانيه اللي بتجيلي يقول لك حول الحال المفرد الى جمله، حول الحال المفرد الى جمله. هنجرب انا على الامثله اللي عندي دهيت
لما نيجي نقول حضر المعلم مبتسما، فانا قلت مبتسما حال احسن حال منصوب على حروف الفتحه، وده حال مفرد. انا عايز احوله لجمله، هنخليه جمله ازاي؟ اول حاجه عندك حاجتين، مبتسما هنخليها يبتسم، يبقى الاسم هنخليه فعل، الاسم هنخليه فعل، او ممكن يجي جنبها نقول حضر المعلم وهو مبتسم، وهو ايه؟ مبتسم. يبقى انا جبت بدل كلمه مبتسم عشان كان مكان اسم موصول خليتها فاعل، يبقى انا كده حولت من حال مفرد لحال جمله فعليه. طب عايز تخلي جمله اسميه؟ سهل جدا، مبتسم هنشيل منها التنوين ونحط قبلها وهو، ونحط قبلها ايه؟ وهو، يعني نحط ضمير غائب منفصل، ضمير غائب ايه؟ منفصل ومعاه الواو، يبقى حضر المعلم وهو مبتسم. هنيجي نعرف وهو مبتسم ازاي؟ الواو وواو الحال، ان شاء الله هنحطها في الجمله الاسميه. الواو وواو الحال حرف مبني لا محل له من الاعراب، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، مبتسم خبر المبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، والجمله الاسميه من المبتدا وخبره في محل نصب حال، في محل نصب حال. فين صاحب الحال؟ هيبقى طبعا صاحب الحال من كلمه المعلم اللي هو الفاعل. بعد كده المثال الثاني، جاء الطلاب مسرورين، جاء الطلاب مسرورين. طبعا مسرورين هي ايه؟ هي الحال. عايز نخليها جمله اسميه، يبقى مسرورين هتبقى يسرون، يسرون يعني مسرورين يعني، او نخليها وهم احسن، وهم مسرورون، وهم مسرورون. يبقى انا كده ايه؟ برضه جمله اسميه من اللي هنقول الواو واو الحال، حرف مبني لا محل له من الاعراب، وهم ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدا، مسرورون خبر مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم، والجمله الاسميه من المبتدا وخبره في محل نصب حال، في محل نصب ايه؟ حال. يلابس محمد سبيله هو متحابين، يبقى انا هنقول وهما متحابان، وهما ايه؟ متحابان. يبقى انا كده خدت تحويل الحال النعت المفرد لحال مفرد. نعمل ايه؟ لما نيجي نحول النعت المفرد لحال مفرد تيجي عندنا نقول حط له الف لام، والكلمه اللي كانت نعت هتخليها منصوبه، يبقى انا كده حولت من نعت مفرد لحال مفرد. طب نحول من حال مفرد لحال جمله ازاي؟ تعال على الحال الحال المفرده، وهتخلي الاسم فعل، يبقى مبتسم يبتسم، مجتهد مجتهدا يجتهد، وهكذا. لو او ممكن تيجي قبلها وتحط ضمير غائب منفصل وواو الحال، يبقى من ايه؟ مخلي الكلمه ايه؟ كلمه مرفوعه. يعني حضر الطلاب مسرورون، مسرورين حال منصوب على نصب الياء، هنخليها حضر الطلاب وهم مسرورون. من الحال الجمله تنقسم الى قسمين، جمله اسميه وجمله فعليه. طبعا تشتمل الجمله على رابط يربطها بصاحب الحال، يبقى الحال الجمله لابد ان يشتمل على رابط يربطه او يربط الجمله ده هي بصاحب الايه؟ الحال. هذا الرابط قد يكون حدا من ثلاثه، قد يكون الضمير، قد يكون الواو، وقد يكون الواو والايه والضمير، وهنبينهم في الايه في الامثله. طيب المحل الاعرابي بتاع الجمله دي ايه؟ المحل الاعرابي بتاع جمله الحال او شبه الجمله بتاع الحال هو في محل نصب حال، مفيش غير كده ايه؟ حال. وده الفرق بينه وبين نعت الجمله والحال الايه؟ الحال الجمله. نعت الجمله يتعدد موقع الايه؟ الجمله، يا اما رفع يا اما نصب يا اما جر على حسب الايه؟ المنهج. اما جمله الحال فهي ثابته، تعرف في محل نصب ايه؟ في محل نصب حال. لو انا بصيت في المثال الاولاني كلمه رجع الاب من العمل يبتسم، بص على كلمه الاب هتلاقيها معرفه بالالف واللام، وكلمه او جمله يبتسم اجابه عن سؤال ايه؟ كيف؟ كيف رجع الاب من العمل؟ فانت هترد عليها وتقول لي يبتسم. يبقى يبتسم فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه، فين بقى الفعل يعني تقديره هو يعود على الأرض، فهنا الرابط في الجملة الفعلية ضمير مستتر تقديره هو، يبقى ده أول حاجة في الرابط، قد يكون الإيه؟ الضمير، هذا الضمير هو الضمير الإيه؟ هو الضمير الإيه؟ المستتر في الجملة بتاعت الإيه؟ يبتسم أو الفاعل هو الضمير المستتر، فهنقول الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب، في محل نصب إيه؟ حاجة. المثال الثاني، رأيت المتفوق يسعى بنجاح. طيب كيف رأيت المتفوق؟ رأيت المتفوق يسعى،
يبقى يسعى الفعل المضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه، والفاعل بدون استاذ التقدير هو يعود على المتفوق، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل نصب ايه؟ عام. المثال اللي بعد كده اقبل الفائز وجهه مشرق. بص على اقبل الفائز صاحب الحال اللي معرض بحادث اللام، يبقى على طول الجمله اللي بعد كده تعرف ايه؟ تعرف حاجه. وجهه اسم وجه مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، والفاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، ومشرق خبر مرفوع علامه رفع الضمه. والجمله الاسميه من المبتدا والخبر في محل نصب حال. والجمله الاسميه من المبتدا والخبر في محل نصب حال. جاء المتفوقون وجوههم مشرقه. طبعا هنا صاحب الحال هو الايه؟ الضمير المتصل اللي هو جاي في كلمه ايه؟ وجه. يبقى الضمير هنا ممكن او عند الضمير في جمله الحال ممكن يكون حاجتين، يا اما ضمير مستتر يا اما الضمير ايه؟ ضمير بارز متصل اللي هو ايه؟ وجه لهذه وجه. بعد كده عند جاء المتفوقون وجوههم مشرقه، برضه المتفوقون ده صاحب الحال ووجوههم مشرقه. بص على وجوه هتلاقيها مبتدا مرفوع علامه رفع ايه؟ الضمه، وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. طبعا الرابط هو الضمير ايه؟ هم. طبعا لما نلاحظ ان الرابط لابد ان يطابق صاحب الحال في العدد وفي الايه؟ وفي النون. عشان كده جبنا هم عشان المتفوقون ديت هي جمع مذكر ايه؟ سالم. مشرقه خبر مرفوع علامه رفع ايه؟ الضمه. والجمله الاسميه من المبتدا وخبره في محل نصب حال. الجمله الاسميه في محل نصب حال. اقبل الجنود والشمس ساطعه. يبقى انا كده اتكلمنا عن الضمير وسواء متصل او ايه؟ او منفصل. اقبل الجنود والشمس طالعه. كيف اقبل الجنود؟ تقول لي والشمس ساطعه. هنا بقى دخل معانا واو جديده اسمها ولام الحال. احنا خدنا قبل كده واو العطف وعرفنا وكنا عارفين الواو الاستئنافيه، والنهارده ان شاء الله بناخد نوع جديد من انواع الواو وهو واو الايه؟ واو الحال تاتي في الحال الجمله، تاتي في الحال الايه؟ الجمله. طب نعرفها ازاي؟ واو الحال حرف مبني لا محل له من الاعراب، والواو واو الحال حرف مبني لا محل له من الاعراب. الشمس مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، ساطعه خبر مرفوع علامه رفع الضمه، والجمله الاسميه من المبتدا وخبره في محل نصب حال. فين الرابط هنا؟ الرابط هو الحرف ايه؟ الواو اللي هي واو ايه؟ واو الحال. يبقى ده ايه؟ النوع الثاني من الروابط بتاعت الجمله، سواء جمله اسميه او جمله ايه؟ فعليه. النوع الثالث او الرابط الثالث في الجمله ممكن يكون الاثنين مع بعض، ممكن يكون واو الحال ومع الفائزون وهم مسرورون. بص على الفائزون هتلاقيها فاعل مرفوع وعلامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم، وهم مسرورون الواو واو الحال، وهم ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدا، مسرورون خبر مبتدا، والجمله الاسميه من المبتدا وخبره في محل نصب مسرورون خبر المبتدا مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم، والجمله الاسميه من المبتدا والخبر في محل نصب حال. في محل نصب ايه؟ حال. يبقى الحال الجمله تنقسم الى قسمين، جمله اسميه وجمله فعليه. صاحب الحال لابد ان يكون معرفه. بعد كده تشتمل هذه الجمله على رابط، هذا الرابط قد يكون الضمير وقد يكون الواو وقد يكون الواو والايه؟ الواو والضمير. ومحل الجمله في محل ايه؟ في محل نصب. ده كده الحال الايه؟ الجمله. نيجي ان شاء الله بعد كده على الجمله او شبه الجمله، هتلاقي شبه الجمله عباره عن قسمين اثنين، يا اما ظرف او جر ايه؟ او جر ومجرور. طبعا محلها الاعراب ايه؟ النصب. طبعا في محل نصب ايه؟ في محل نصب حال. الحال الشبه الجمله لا يحتاج الى رابط. الحال الشبه الجمله لا يحتاج الى رابط. ما نيجي نقول جلس منتصف في صمت. جلس منتصف في صمت. على نص على منتصف هتلاقيها اسم ايه؟ اسم علم. هنقول لك كيف جلس المنتصف؟ هتقول لي جلس المنتصف في صمت. يبقى في حرف جر وصمت اسم مجرور، وشبه الجملة في محل نصب حال. وشبه الجملة في محل نصب حال. تذكر منتصف زميله بين الذئاب. كيف تذكر منتصف زميله؟ هترد عليه وتقول لي بين الذئاب. يبقى إذا ده إجابة عن سؤال إيه كيف؟ يبقى بين ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة، والذئاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيه؟ الكسرة. وهنقول كده هو شبه الجملة في محل نصب حال، ونشوف الجملة في محل نصب ايه؟ حال. زيها شاهدت العصفورة فوق الايه؟ فوق الشجرة، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة، والشجرة مضاف إليه. وشوف الجملة في محل نصب ايه؟ في محل نصب حال.
وصاحب الحال هنا طبعا المشهور ومعروف بالالف والايه واللام. طبعا الجمل بعد ما عارف احواله بعد ما حواله يعني الكلام ده بتاع مطبق مثال من جمهور رايت عصفورا بين الاعصار. بص على عصفورا هتلاقيها نكره، هتلاقيها ايه نكره، فهنا كلمه عصفورا نكره، وبالتالي بين الاعصار دي شبه ايه؟ شبه جمله هتكون في محل نصب، في محل نصب نعم، الجمله ده هي او شبه جمله في محل نصب نعت. ده ايه ليه نعت؟ لان اللي جابها نكره، اللي جابها ايه؟ نكره. يبقى اذا كان عندي اسم نكره في نهايه جمله مفيده، اسم نكره في نهايه جمله مفيده اللي بعده سواء جمله او شبه جمله او سواء مفرد يعرف ايه؟ يعرف نعت. شوف المثال اللي بعد كده، رايت العصفوره برضه اسم معرض بالالف والايه والدال بين ظرف، وهتبقى هنا جمله في محل نصب حال. ده الفرق بين الاثنين، ان طبعا هنا ده معرف بالالف والايه ده معرف، يبقى الفرق بين الاثنين ان الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعد الاعراب صفات. يعني رايت عصفورا يطير في السماء او محلقا او يحلق في السماء، يبقى جمله يحلق هتبقى في محل نصب ايه؟ في محل نصب حال. رايت عصفورا يحلق في السماء يبقى في محل نصب ايه؟ في محل نصب حال. يبقى ده النكره يبقى بعدها نعت، المعرفه يبقى بعدها ايه؟ حال. طيب بعد كده يجينا تحويل النعت الجمله الى حال جمله. يعني ايه الكلام ده؟ رايت لاعبا يحرز الهدف. بص على كلمه لاعبا هتلاقي لاعبا نكره اللي بعدها ديت هي تعرف ايه؟ نعم. طب انا عايز احولها لحال، احولها لحال ازاي؟ بعملها سهله، هنيجي رايح كلمة لاعبة هنحط فيها ألف وإيه؟ ألف ونام، ونقول رأيت اللاعب يحرز الهدف، يبقى أصبحت جملة يحرز الهدف ده بدل ما هي نعت منصوب هتبقى في محل نصب إيه؟ في محل نصب حال. يبقى رأيت اللاعب. طب جينا حولت الحال الجملة إلى نعت إيه؟ جملة. لو عايز العكس برضه، لو رأيت اللاعب يحرز الهدف هنقول رأيت لعيبة، رأيت لعيبة، لعيبة جملة الهدف. بعد كده الحال الجملة إلى مفرد. لما نقول لك رأيت الرجل يجتهد، رأيت الرجل يجتهد، بص على يجتهد ده طبعا جملة إيه؟ جملة فعلية. يبقى كل العملية إن أنا هنقلل الفعل ده هو اسم، هنقلل الفعل اسم. لو أنا عندي فعل مضارع أكثر من حرف، يعني أكثر من ثلاث أو أكثر من أربع حروف زي يجتهد هنخليها مجتهد بس. يبقى مجتهد ده بنحط علامة التنوين الإيه أو تنوين الإيه النصب. يبقى رايت رجلا مجتهدا، يبقى انا كده حولتها لحال ايه؟ نصب. تعال نطبق من هو على الامثله اللي معانا ده عشان تبقى العمليه ايه؟ سهله. لو انا قلت رجع الاب من العمل يبتسم، هنا الحال بتاع حال جمله فعليه، يبقى غير معناه ان انا هخلي يبتسم مبتسما. يبقى انا خليتها ايه؟ مبتسما. كل عمليه ان انا زودت من مضمومه اللي هي ديت خليتها من مضمومه وحطيت الف التنوين بس مش اكتر ولا اقل. طيب لو كان فعل بقى تشيل المضارع وتفضل عندي فعل ثلاث حروف زي ساعد وزي اكل وزي ضرب، يعني لو قلت يضرب مثلا يبقى انا هنزود بس الف، وطبعا لو فيها همزه دي هتبقى مد ونزود ايه؟ الف. يبقى رايت المتفوق سعيدا بنجاحه، سعيدا بنجاحه. يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده حولته خبر جملة اسمية الخبر ايه؟ خبر مفرد. أقبل الفائز وجهه مشرق. طبعا جملة اسمية، فهنعمل ازاي؟ هنيجي رايح واخد مشرق ثانية ونخليه منصوبة يبقى مشرقا، نحط كلمة وجهه على حاجة خالص زي وجهه، يبقى مشرقا وجهه. يبقى الفرق بين وجهه مشرق، مشرق كده خبر مفرد عليه برفع الضمة، ومشرقا وجهه حطيت لها تنوين وخليتها حال، يبقى برضه حال، تبقى حال منصوب عليه النصب اللي هي الفعل. بعد كده جاء المخوقون وجوههم مشرقه، نقول مشرقة وجوههم. يعني انا في الجمله الاسميه هناخد الخبر ونخليه قبل الايه؟ قبل اللي كان ابتدى ونخليه ايه؟ منصوب، ونجيب بعده جمله الفائزون وهم مسرورون. بص على وهم مسرورون جمله ايه؟ جمله اسميه. فغايه عن ذلك ان احنا هنشيل الايه؟ الواو الضمير،
وخلي المسؤولون مسرورين مسرورين. كده حولنا لحال من حال جمله لحال ايه؟ لحال مفرد. هناك كلمات تاتي منونه، هذه الكلمات تعرب حال متى وجدتها في اي عباره؟ معا، جميعا، كافة، عامة، قاطبة، ماديا، ادبيا، سويا، عوضا، بدلا. كل هذه الكلمات تعرب اذا جاءت منونه تعرب حال معهم او ضف اليهم اولا وثانيا الى عاشرا، فهذه الكلمات كلها تعرب حال. عندما او مثال، عندما اقول حضر الطالبان معا، معا نائب حال منصوب وعلامه نصب الفتحه، حضر الطلاب جميعا حال منصوب وعلامه نصب الفتحه. وطبعا كل هذه الكلمات تكون حال مفرد او حال مفرد. بعد يتعدد الحال، ما معنى يتعدد الحال او ما معنى تعدد الحال؟ انه ياتي فيها العباره اكثر من حال، وهذا حسب سياق الايه؟ المعنى، وليس فيه خلاف، فالحال يتعدد مثل الخبر مثل النعم. مثال على ذلك، عندما اقول حضر الطالب منتظرا مسرورا وهو فرح، وهو فرح. تعالى نعرف الاعراب. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فعل مرفوع علامه رفع الضمه، منتظرا حال، هنقول كده حال اول منصوب علامه نصب الفتحه، ولانها طبعا اسم نكره اجابه عن سؤال بايه؟ بكيف. برضو مسرورا حال ثاني منصوب علامه نصب الفتحه، وهو فرح الواو، واو الحال حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، فرح من خبر المبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، والجمله الاسميه من المبتدا الثاني وخبره في محل نصب حال. اذا هنا الحال جاء ثلاثه احوال في العباره ولا خلاف في ذلك، فالحال يتعدد كما يتعدد الخبر وكما يتعدد النعم. الاعراب مع وجميع بالتنوين وبدون التنوين، لان في كلمات سابقه قلنا ان معا وجميعا اذا جاءت منونه تعرب ايه؟ تعرب حال. طيب كيف تكون اذا لم تاتي منونه؟ هذا الفيديو مخصص لاعراب مع وجميع، مره بدون تنوين ومره بالتنوين. عندما اقول حضر الطالبان معا او حضرت الطالبتان معا، له حضرت هنا معا تعرب حال، حال منصوب علامه نصبه الفتح. طيب معا هنكتب كده وهناخدها معادله كده ونقول معا زائد تنوين يساوي حال. يعني عندما اقول حضر الطالبان معا، حضرت الطالبتان معا، يبقى تعرب حال. طيب معا ناقص تنوين، يعني اذا لم تاتي منونه فهي تعرب ظرف، تعرب ظرف. مثل وهنا الظرف تكون على حسب الاسم الذي بعدها. عملت لك معادله ثالثه وقلت مع زائد اسم يدل على الزمان تعرب ظرف زمان. مثال انتظرتك مع شروق الشمس، قلنا معا هنا تكون ظرف زمان منصوب علامه نصب الفتحه، وشروق هتعرب مضاف اليه مجرور علامه جره الكسر. حضرت مع غروب الشمس مع ظرف زمان منصوب علامه نصب الفتحه، وغروب مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره. لماذا عربتها ظرف؟ لان جاء بعدها اسم يدل على الزمان فهي تعرب ظرف. طيب مع زائد اسم يدل على المكان يساوي ظرف مكان. مثال سرت مع دوران الطريق، يبقى مع ظرف مكان منصوب علامه نصب الفتحه، دوران مضاف اليه مجرور علامه جر الكسره، وطبعا ايضا الطريق تعرب مضاف اليه مضاف اليه. سرت مع الشاطئ مع ظرف مكان منصوب علامه نصب الفتحه، الشاطئ مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره. سرت مع ابي مع، طبعا هنا السير يكون في مكان وليس في زمان، فهنا كلمه مع تعرب ظرف مكان منصوب علامه نصبه الفتحه، ابي مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره المقدره لاتصاله بياء المتكلم. فاذا مع بدون مع بالتنوين تعرب حال، مع بدون تنوين تعرب ظرف، وقد تكون ظرف زمان اذا اتى بعدها اسم يدل على الزمان، ظرف مكان اذا اتى بعدها اسم يدل على المكان. اعراب جميع بالتنوين وبدونه،
طبعا برضه عملنا لك معاد دايت، وما عندما اقول حضر الطلاب جميعا او حضرت الطالبات جميعا، يبقى جميع زائد تنوين تعرب حال، جميع زائد تنوين تعرب حال. طيب جميع عندما او تكون ناقصه التنوين اي بدون تنوين تعرب حسب موقعها في الجمله، مثل جميع الطلاب متفوقون هنا. اعرف جميع مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، الطلاب مضاف اليه مجرور علامه جر الكسره، متفوقون خبر مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. حضر جميع الطلاب، جميع فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. سلمت على جميع الطلاب، جميع اسم مجرور علامه جر الكسره. رايت جميع الطلاب، بجميع مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. وهنا جميع بدون تنوين تعرب حسب موقعها في الجمله، مبتدا خبر مفعول به فاعل اسم مجرور على حسب موقعها في الايه في الجمله. اشتراك في القناه والضغط